يجب على الفنان أن يكون الرقيب على نفسه، لأنه العرض المسرحي خلينا نصور أنه في أم، في زوجة، في أخت، في حبيبة جالسة في قاعة العرض. نحن لا نسيء، نحن نزرع البسمة بشكل لطيف وجميل. دخلت من كل اللي سمعته بهاي الدائرة. يعني شلون؟ السلام عليكم. السلام. أهلا بكم. السلام. عفوا أستاذ، أكو كلمة حق ولازم أقولها. وبصراحة كل اللي سمعته واللي شفته، إحنا كتبناه في تقرير مفصل وبعثنا به أنا وبعض الأخوة الموظفين وبعثنا به للوزارة. يعني أنت والموظفين كاتبين تقرير على هاي الدائرة وعليا؟ أنا تجاوز ما أسمح به. بصراحة يبين هواي لها ارتاح بهاي الدائرة. عفوك استاذ، يعني ايش تقصد؟ استاذ انا راح اتعب، بس هذا ما يمنع انه لح اداوم في دائرتكم ولح اوقف ويا الاخ بكل كلمة قالها. داوم دائرته؟ نعم. حضرتك شنو؟ انا موظف منقول من الوزارة لدائرتكم. يعني حضرتك مو مسؤول لجنة التحقيق؟ لا استاذ، انا موظف جديد.